بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدة الفاضلة حرم السيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور الكرام، تحية خالصة من القلب لجميع نساء وأمهات مصر في جميع الأماكن والأزمنة. كل سنة وأنتن عظيمات ومنتجات. وإن كانت الأمومة لست بحاجة إلى يوم واحد ليكون عيدها، لأنها تسكن في عمق القلب وبصميم الروح، وفضلهن علينا لا حدود له.